يمكن الايام اللي فاتت كان في كده شد وجذب جوه نادي الزمالك، ومساله المحترفين اللي ما تقدوش مستحقاتهم عامله ازمه مع اللعيبه، وشفنا امبارح لعيبه ما كانتش عايزه تنزل تلعب علشان ما خدتش مستحقاتها، منهم لا نزلوا ولعبوا زي نداي بعد كده نزل ولعب وكان كويس. شفنا كمان انه سامسون قال انه لا انا لازم اخد، مش هشارك غير لما اخد فلوسي، انا طول الموسم اللي فات ما خدتش فلوسي، والمحامي بتاعه بالفعل بعت خطاب للزمالك بيهدد فيه باللجوء للفيفا. ورغم تواضع مستواه على حد يعني ما جماهير الزمالك شايفين ده، شايفين انه لا عامل مشاكل ومحاميه بيهدد باللجوء الفيفا، ويمكن دي مش أول مرة في مسألة المستحقات. نفس السيناريو تقريبا مع سيف الجزيري اللي برضو بيقول إنه هيصعد الموضوع للفيفا. طيب إيه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك، والتسوية دي إزاي ممكن تتم، وإزاي ممكن المستحقات دي تدفع النادي يستوفي هذه المستحقات إزاي؟ خلينا نعرف إيه اللي بيحصل. معانا دلوقتي الناقد الرياضي أحمد الهواري، مساء الخير عليك، ويعني لو تقول لنا كده كواليس اللي بيحصل في مسألة مستحقات المحترفين وتهديدهم باللجوء للفيفا، وحديث أيضا جماهير نادي الزمالك عن أنه بعض هؤلاء المحترفين ما يستحقوش أصلا هذه المبالغ المادية اللي المفروض يتقاضوها مقارنة بمستواهم مع النادي. خبير مساء الخير، تحياتي ليكي وتحياتي لكل السادة المشاهدين. في البداية بس خليني أثني على حلقاتك الاخيره وتغطيتك لمهرجان العالم عالمين، كان لازم اثني يعني على التقدير اللي عملتها في البدايه. لو رحنا سريعا للحديث عن الزمالك، الازمه مش عايزين نختزلها في لعيب الاجانب بس، هم التيم كله بشكل عام. كان قبل الزمالك لمباراه ارض سولار، مباراة الذهاب بدور 32 للكونفدرالية. احمد استأذنك بس تكون استاذ احمد استأذنك بس تكون موجود في مكان فيه شبكة علشان اقدر اسمعك بوضوح. طيب حضرتك كده سامعني؟ كده سامعك، اتفضل. قبل سفر فريق لتنزانيا اتصرف للعيبة جزء من مستحقات، ولكن اللعيبة لا استاذ احمد الصوت ابتدى يقطع تاني. استأذن حضرتك تقف في مكان فيه شبكة وما تتحركش منه. مكان اهو يعني بتحرك في نفس المكان، لو كده سامعني كويس؟ اتفضل. قبل سفر الفريق تنزانيا فوجئ الرباعي الاجنبي ان هم ما نزلهمش فلوس زي اللعيبه المصريين، وده اللي تسبب في غضب اللعيبه الاجانب وارسلوا انذارات لنادي الزمالك بيطالبوا بمستحقاتهم المتاخره بالكامل. سامسون ليه حوالي 260,000 دولار، سيف الجزيري تقريبا راتب موسم كامل، نضاي هو الاكثر يعني المبلغ الاكبر هو مبلغ ابراهيم نضاي. ولكن خلال الايام اللي فاتت مسؤولي نادي الزمالك سواء اللجنه التنفيذيه او كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره كان حريص على انه يعقد اكثر من جلسه مع اللعيبه لتهدئتهم والتاكيد على ان ازمه صرف المستحقات للعيبه الاجانب هيتم الانتهاء منها. كابتن عبد الواحد السيد امبارح هو اللي حل الازمه مع نداي قبل الماتش وخلاه يلعب. هي كانت الازمه او اللي اثير قبل المباراه مع سيف الجزيري، لان الكل فوجئ ان سيف الجزيري خارج قائمه الزمالك، ولكن الامر ما كانش غضب من اللاعب او تمرد من اللاعب، هو الامر وفقا اللي عرفته من الجهاز الفني ان هو كان قرار من المدير الفني الكولومبي مش عايز ينزل لاعب عنده مشاكل. انا شايف ان اللاعب مشغول شويه ما ياثرش على اداءه، ففضل ان اللاعب يكون بره المباراه، ولكن الزمالك وعد اللعيبه ان يوم الاحد او يوم الاثنين هيصرف جزء 50% من المستحقات المتاخره، وال 50% المتبقيه يتم صرفها بعد انتخاب يعني مجلس الاداره، انتخابات نادي الزمالك 20 اكتوبر، فبعد مجلس الاداره الجديد وتوجه مجلس الاداره الجديد يتم صرف ال 50% المتبقيه. الثلاث لعيبه الاجانب وافقوا اللي هم حمزه المفلوسي، ابراهيم نضاي، سامسون، ولكن حتى الان سيف الجزيري مش مرحب قوي بالعرض بتاع الزمالك. طيب بعد الانتخابات، ولكن برضه بيحاول اقناع اللاعب بصرف يعني او قبول العرض ال 50%. طيب سامسون كان المحامي بتاعه هدد باللجوء للفيفا، هل ده ممكن فعلا يحصل الفتره اللي جايه؟ هو بالفعل الاربع لعيبه الاجانب بعتوا انذارات بيطالبوا بالمستحقات، ولكن خليني برضه اوضح
الفرق ان انذار للنادي وليس شكوى لفسخ العقد، ولكن الناس ربطت ان طالما اللعيبه بتطالب بصحتها واعطت انذارات فهي بدايه للشكوى، ولكن اللعيبه كلهم ما فكروش في قصه الشكوى تحديدا. سامسون خلاص سامسون رحب بالعرض والمحامي بتاعه رحب بالعرض بتاع الزمالك، وعشان كده نقدر نقول ان الازمه يعني هدي بشكل مؤقت، واللعيبه في انتظار ان الزمالك يفي اللجنه التنفيذيه في الزمالك تفي بوعدها وتصرف للعيبه ال 50%. هو سامسون اقل اللعيبه اللي ليه مستحقات، يعني بنتكلم لو اتصرف له 130,000 دولار هتكون الازمه. احمد رايك ايه في اداء سامسون مع الفريق؟ يعني زي ما الزمالك وعد. رايك في اداء سامسون مع الفريق؟ واكيد سامع يعني لسان حال جماهير الزمالك انه مش عاجبهم اداؤه. هو سامسون طبعا مستحيل نحكم عليه خلاص، لان لاعب يعني بعيد تماما عن المشاركه مع الزمالك، ما تقدرش دلوقتي تقول ان هو اللاعب مثلا بياخد فرصه ما بيقدرش يستغل الفرصه دي، لا هو اللاعب بعيد عن المشاركه وواضح ان هو خرج من حساب سوري والمدير الفني للزمالك. سالته عن سامسون تحديدا قال احمد حاول يعني تكون موجود في مكان في شبكه كويسه، وكنا بنتكلم عن سامسون وانت بتقول انت سالت عليه تحديدا. انا اتكلمت مع الكولومبي خوان كارلوس سوتيرو المدير الفني لنادي الزمالك وسالت عليه تحديدا، قال لي ان هو كان موجود زي باقي اللاعب، هو جاهز او فرصه ان هو يخش مع الفريق يكون موجود معانا. طبعا تصريحات سوريو وكلامه بيدي انطباع ان لسه اللاعب مش في حالته الفنيه والبدنيه الجاهزه 100%. ان هو طب تقييمك لصفقه سامسون وحديث برضو يعني جماهير الزمالك ان الصفقه دي كمحترف لا مش في صالح النادي؟ طبعا يعني جماهير الزمالك شايفه ان السكواد بتاع الزمالك او تحديدا مستوى اللاعبين الاجانب او المستوى اللي بينتظروا جمهور نادي الزمالك، خاصة ان نادي الزمالك النادي الاهلي الاندية اللي بتنافس على البطولات المحلية والبطولات القارية دايما بيبقى الرهان على اللعيبة الاجانب. بنشوف في النادي الاهلي علي معلول، صفقة رضا سليم، بيرسي تاو، يعني لعيبة دايما تحدث الفارق مع النادي الاهلي، على عكس تماما محترفين نادي الزمالك باستثناء ممكن تقول شوية سيف الدين الجزيري، هو مهاجم دولي مهاجم منتخب تونس احيانا واوقات كتير بيظهر مع الزمالك بصورة افضل من باقي المحترفين، ولكن بشكل عام المحترفين ما تقدرش تقول ان هم بيحدثوا الفارق مع نادي الزمالك. طيب النهارده كان في تمرين، هل اللعيبه دي نزلت عادي؟ اللعيبه النهارده كان في تمرين، طبعا اللعيبه اللي شاركوا بالامس يعني خاضوا تدريبات استشفائيه. خليني برضه اقول لحضرتك عن حسام عبد المجيد، لان الكل اكيد بيسال، امبارح اللاعب ما كانش موجود مع فريق الزمالك في المباراه على الرغم ان هو كان معاهم في المعسكر وتواجد في فندق الاقامه، ولكن الكل فوجئ ان هو ما حضرش ليه ملعب المباراه، وإدارة النادي تم توقيع او من الجهاز التحليلي تم توقيع غرامه 200,000 جنيه على اللاعب، ولكن النهارده كان في اجتماع ما بين اللاعب واسوريو، اسوريو اتكلم مع حسام عبد المجيد عن ان هو خروج اللاعب غلطه ما ينفعش ان اللعيب المحترف يعملها. بنتكلم على اللعيب المحترف ده مش لعيب اجنبي، لا لعيب محترف، ان انت لعيب عندك تعاقد مع نادي مش هاوي خلاص زي فترات الناشئين يعني او اكاديميات كره القدم، فانت دلوقتي الموضوع مختلف ولعيب دولي انضميت لمنتخب مصر، خطوه زي دي ما ينفعش ان انت تقدم عليها. كان في قرار ان اللاعب ما ينزلش للتدريبات، ولكن اسوريو بعد ما عقد جلسه مع حسام عبد المجيد نزل اللاعب للمشاركه في التدريبات بصوره طبيعيه. طبعا موقفه لم يتحدث حتى الان من مباراه المقاولين العرب يوم الاثنين، ولكن اللاعب بيشارك في التدريبات بصوره طبيعيه. يعني انا بشكرك الناقد الرياضي احمد الهواري، شكرا جزيلا على وجودك معنا.